الحكي ده؟ مالك انك شفتي قتيل؟ ما هو ده عزلنا، احنا مش معزلين ولا ايه؟ ايوه معزلين، بس مش بالزباله دي. انا عايزاكي تروحي هانم، ايدك فاضيه هانم كده ولا هوانم جاردن سيتي، تروحي تتدلعي وتتنغنغي وتنسي بقى ايام الفقر والقرف والشقى اللي انت شفتيه. يا زينب احنا كنا غرقانين وقابين على وش الدنيا، بس دي فيها حاجات من ايام ابوك الله يرحمه. ممكن اسمح لك تاخدي صوره ابويا بس، لكن كل ده في الزباله. يا غزال يا غزال، العشق حلال دواب ناني دوب خلتني خيال. يا اسطى غزال انتصار، عاوزه يا انتصار. انا طالبه تحميني يا اسطى، احميني من اوكا ينوبك صوايب، ده ناويلي على نيه سودا. اوكا حبيبي واخويا، وانت ولا مؤاخذه غدرت بيه وتستاهلي كل اللي يجرى عليكي. اوكا ما بيخبيش عني حاجه، وعلشان كده جيت لك احميني من شر. طب ما تخلي السابع اللي اسمه شحته يحميكي، مش شحته ده برضه يبقى يا اختي. شحته سيب ضرب عوجه كلها ومشي. والله عنده دم مش زي ناس. ابوس ايدك، مش عاوزه دمي يتصفى تاني، مش عاوزه حد يستقوى عليا علشان وحدانيه وماليش حد يقفلي. اوكا مش هيسيبنا الا ميت، انا عارفه انه مترصدني. طب بطلي عياط بقى واستغفري ربنا، بس يا شاطره عشان تبقي في حمايتي لازم تسمعي الكلام. انا لا اوكا ولا شحته ولا اي راجل من دول، تمام؟ شاليهك حلوة قوي صراحة، تحفة. شاليه؟ انت ليه مصمم على كلمة شاليهك وفلوسك وحاجتك؟ هو احنا مش شركة؟ مش هو ده اتفقنا؟ انت ليه حساسة قوي من كلامي يا دولي؟ عاصم انا مش عايزة اتكلم. انا فاهمك، عارف انت عايزة تقولي ايه. اديني شوية يا دولي بس ارتب نفسي. ترتب نفسك ليه؟ دولي يا أنا أمي منشفة دماغها شوية، مش موافقة على جوازنا. يعني إيه رافضة جوازنا؟ يعني أمك، قصدي يعني رشيد هانم، هتحدد لنا مصيرنا إيه ومستقبلنا إيه؟ أنت مالكش رأي؟ دولي أنا ما قلتش كده، دي أمي الأول والآخر، دي أمي أنا وحيدة وهي ملهاش غيري في الدنيا دي. بصي في حاجات كتير قوي هي بتعملها ما بتعجبنيش، حاجات كتير، حاجات كتير قوي، ولكن من الآخر مش هقدر أسامح نفسي لو جرى لها حاجة. إذا إيه؟ إذا اتجوزتني مش كده؟ للدرجة دي أنا قليلة عندك يا عاصم؟ سيبيني أقنعها، سيبيني أقنعها، رشيدة عنيدة شوية. وإذا ما وافقتش مصيري معاك هيبقى إيه؟ ما ترد عليا يا عاصم من غير لف ولا دوران. انت بتخبط على مين يا استاذ؟ دول عزلوا. عزلوا؟ ايوه. أنسة دولة اتعزلت؟ دولة وامها سابوا الكمونية وقرف الكمونية وراحوا سكنوا في المعادي. عقبالنا يا رب. ده انا سمعت ان ابنها اتجوز جوازة تفرح. طيب بعد اذنك حاجة، ما لاقيش عندك عنوانهم الجديد يعني؟ ما كانش يتعز يا استاذ، للاسف ما سابوليش عنوان. عن اذنك يا استاذ. لا من ورايا وبتديني الطرش في التليفون. ماشي، بس هتروحي مني فين؟ قسما عصما لو اديك فتوكر. وعد مني يا دنيا، انا ليكي وانتي ليا خلاص، بس اديني مهله. بجد يا عاصم انت صادق المره دي؟ انتي شاكه فيا كده ليه؟ لا مش مساله شك، بس اعتبر ده وعد منك. وعد مني يا دولي؟ ده اكتر من وعد، انا مديون لك بكل حاجه،
من ساعة ما طلعتيني من الورطة اللي كنت فيها لحد ما خليتيني صاحب شركة محترمة بأرباح محترمة وجبت لنا شقة جديدة وشاليه زي الفل زي اللي احنا قاعدين فيه ده. عاصم انت مش مديون لي بأي حاجة، وبعدين احنا الاتنين يا عاصم مصيرنا واحد. يعني انا استحملت حاجات كتير قوي، استحملت ذل ومهانة وشقة عشان خاطر في الآخر تبقى ليا، وهو ده كل اللي انا بتمنى. دولي ما كنتش عارف اني غالي عندك قوي كده. يا عاصم انت لو رحت مني مش هيبقى عندي هدف تاني اعيش عشان، ساعتها مش هيفرق بالنسبه لي الموت من الحياه. دولي احنا جايين نفرح ونحتفل بشاني جديد، مش عايز غم. اعملي حسابك اننا هنعوم بالليل. نعوم بالليل؟ لا طبعا الدنيا برد جدا. برد ولا انت مكسوفه تلبسي بيكيني قدامي؟ بيكيني حته واحده بس. نزل دولة أجهز الغدا ولا تحب أعمل حاجة تشربها الأول؟ لا جهزي الغدا. حاضر. إذا كان على البيت فأنا إن شاء الله هقابله بعد بكرة في المكان اللي هو فيه. بس هو في الأول قال لي وصل يا عبيد الحاجات دي للبيت، قال لي لازم أخدهم من خزنة الشركة بأي شكل وأوصلهم لحضرتك عشان لو البيت احتاج حاجة. هو أنت مش شايفها غريبة حبتين دي؟ انه بيكلم كل الناس وبيتصل بيهم الا احنا؟ انا مش قادره افهم الموضوع ده خالص بصراحه. وبعدين ايه هو المكان اللي هو فيه ده؟ سر حرب يعني؟ تقدري حضرتك تقولي كده؟ في ظروف البيه بيحكيها لك بنفسه، انا ما عنديش تعليمات ان انا احكيها. بس اللي لازم حضرتك تعرفيه ان حياه البيه في خطر، في ناس بيكرهوه ومتربصين له في كل مكان، عشان كده هو حب يحط ستاره حوالين نفسه لغاية الخطر ده ما يزول. هو بقى اللي حفظك الكلام ده تقوله لي؟ يا هانم البيبي مر بظروف صعبة ولازم حضرتك تعذري ولا ايه؟ ما انا عذرته لعمري، مفيش فايدة يا عبيد. يا هانم خليها بجميلة وعذوري المرة دي كمان، ما فرقتش. راضية قالت لي ان انت عايزاني ضروري. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا انسة جميلة، احنا الحقيقة ما نقدرش نستغنى عنك. ومن الاخر بقى أنا الموضوع الأساسي اللي أنا جاي علشانه مرضتش أتكلم فيه غير في وجودك، لأنه الحقيقة يخصك أنتي أكتر ما يخص الهانم. يخصني أنا؟ ده موضوع إيه ده؟ ما تتكلم على طول، أنت هتخضني يا عبيد. عاصم المنسي ودولة حجازي السكرتيرة، يعني في كلام كده إنهم هيتجوزوا. عاصم؟ ودولة؟ شفتي؟ مش أنا قلتلك قبل كده؟ ده ولا يسوى. شفتي راح لمين؟ للي شبهه. انت كذاب، انت كذاب. عاصم مستحيل يسيبني عشان يتجوز بنت الخدامه. استني بس يا انسه. اوعى من وشي. وانت كمان، انت السبب، انت وجوزك اللي خليته عاصم يسيبني. انت السبب، انت وجوزك. انا بكرهك كلها. انت السبب، انت وجوزك. سيبها، ده احسن خبر قلتهولي. اهو غرف الستين ده يا مع اللي شبهه. اسمع ابو هيثم، فكك من الاثنين الرجاله اللي معاك دول، طفي اللمض والنور اللي انت عامل بيهم فرح عشان نعرف نتسرسف في العتمه. هو الولد مرجاوي قال له كل اشاره ايه؟ انا لحد دلوقتي مش فاهم حاجه واصل. مش مهم تفهم حاجه ابو زهره، انا عارف كل حاجه. وانا جاي معاك قرطاس يا ولد؟ احنا مش كنا جبنا معانا حراسات احسن؟ انا تلات رجاله، ابو هيثم ربعنا، والسلاح بتاعنا في شنطه العربيه. بنخاف من ايه؟ خايف ابو هيثم ده يطلع غبي ويروصنا معاه. غبي كيف؟ ابو هيثم ده جن مصور. ما قلتليش يا شبراوي، ايه رايك في كلام ابو هيثم ده؟ بيتهيالي بيقول كلام زربيح. بقى في صاحب ملك يخفض 300,000 جنيه في شاليه ثمنه بالكتير 700,000. ليه؟ بيزكي؟ أنا متهيألي إن الشاليه ده فيه إني ومش لاقيين له بيعي، وما صدقوا لقوا زبون وعايزين يرموه ويجروا. الناس ضميرها مات، إمتى بس يا رب الضمير هيصحى؟ صبري.
الحاج ابو زارق. كيفك يا مرجاوي يا ولدي حسنين؟ والله وطلعت ذكر يا ولدي الفرطوس. يا عم ابو هيثم الله يرضى عليك، نور النور عشان نشوف بعض. اتفضل يا ثروت بيه نتكلم جوه، بلاش نتصدر هنا جنب الباب احسن، نخلينا في الامان. مالك ابو هيثم صوتك مروش كده ليه؟ والخوف مليك؟ احنا لسه بدأنا؟ أما لما نخش على الجد هتعمل ايه؟ طلح معاكوا ولا فين؟ الآلي والخرطوش بره في العربية. فيش وقت للكلام، خلص عشان عايزين ننجز. يالا! أي حركة وسخة هتحصل زي كده تاني؟ عند أوامر نغربلوك. مين اللي معاه مفتاح العربية اللي فيها السلاح؟ مفتاح العربية؟ إيه؟ أبو جازية شبراوي، خد منه مفتاح العربية وصدر السلاح اللي فيها بسرعة. ما قلت لك بلاش يا كبير، بلاش، أنت اللي استرعت. وأنا كنت حاسس بالنهبة اللي إحنا فيها دي. راس أبوي، لو ربنا كتب لي عمر أبو هيثم لطير راسك. مش بس أنت، أنت والكلب اللي وراك. عارفة دولي، أنا أقول لك حاجة يمكن أول مرة تسمعيها مني. أنا في الأول كنتش قادر أحبك، ما كنتش متخيل إني ممكن أحبك أصلاً. ليه يا عاصم؟ عشان أنا بنت زينب الشغالة وحجازي السواق. عشان كده كان سهل قوي إني أرتبط بجميلة، حيث العيلة والفلوس. لكن بعد ما عرفت الجميلة عرفت إن الله حق، ورجعت فيلم حياتي كله من اللحظة اللي عرفت فيها أول واحدة في حياتي لحد اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي. وبعد ما رجعت فيلم حياتك اكتشفت إيه؟ اكتشفت إن أنا ما عرفتش بني آدمة في الدنيا دي كلها بتحبني زي ما أنتي بتحبيني يا دولي. حقيقي مش هنسى إني عملت عشان إيه. حتى أمي قررت إنها ما تسددش ديوني ولا تنجيني من السجن عشان البخل اللي هي فيه، رغم إن عندها حبك والله يا رشيدة. بس أنتي يا دولي في يوم من الأيام ما كانش عندك أي حاجة، ورغم كده اديتيني. عاصم أنا اديك حياتي كلها، عمري كله. انت مش متخيل انا ببقى معاك عامله ازاي. طول حياتي عايشه في كوابيس، الوقت الوحيد اللي بحلم فيه هو الوقت اللي بقضيه معاك. عشان كده عايزه افضل معاك على طول، عشان الحلم ده ما يخلصش ابدا. شفت بقى الدنيا صغيرة قد ايه يا ثروت؟ يا ترى هنلاقي ايه في جيوبك يا ثروت؟ وزع رجلك. وريني. شوف. ايه ده؟ قلم ذهب ولع. حرام عليك منك ليه؟ يا واكلين ناسكم. بدل البهدلة وقلة القيمة اللي قدامي دي، ما تعترف بكل حاجة أحسن. مين اللي دلك على مكاني هنا؟ يا راجل، ده اللي دلك على مكاني هنا حافظ الخريطة شبر شبر وعلى علم بميعاد العملية كنت بعملها مع بدر. وده ايه ده كمان؟ دفتر شيكات. ايه ده؟ ده في شيك هنا انت لغيه باسم دولة. ايوه انا باشا، احكي لك حكايه الشيك ده عشان اخلص ضميري قدام ربنا. بس توعدني ان انا اطلع من هنا مش واخد طلقتين في جتتي. اعتبرني وعدتك وانا كلمتي واحده. يا اقفل بقك واخرس كده. هموت وكده هموت.
يا لهوي يا ابو زارع يا لهوي، اخرتها يا ابو زارع تموت موت الكلاب وتترمي كيف الجيفه. ليه ليه يا وكلي الناس قم ليه يا باشا؟ صدقني ثلاثه بالله العظيم ثلاثه، انا ماليه في الليله دي؟ انا براها خالص، انا مش اكتر من شمشرجي مشاهيلاتي يعني. سيادتك فاكر الاستاذ عادل ادهم في فيلم السلخانه لما كان عامل زكي ادرا؟ يذبح زكي ادرا يذبح، اسلخ زكي ادرا يسلخ، انا بقى زكي ادرا ده. عظمه اؤمر يا باشا، روح على اللانش بتاعنا شوف عملوا ايه، خلينا نخلص في الليله السوداء دي يلا. تحت امرك ما تاخرش يا عظمه. اهو يا باشا. قلت زكي ادرا؟ كفايه كده يا ضيف، يخلص وخلصنا يا باشا. انت مش عايز تعرف القصه كلها؟ انا هحكيها لك من طقطق لسلام عليكم يا باشا. السكرتيره الاولانيه اللي كانت عند حضرتك اللي اسمها شهيره دي بعتك، هي اللي قالت لنا على مكانك ودلتنا على كل المعلومات اللي احنا عرفناها عنك. اما بقى بخصوص السكرتيره الثانيه دي اللي اسمها دولت، بعتك برضه يا كمان في مقابل ايه؟ في مقابل خدمه ثروت بخدمها لها كسبت من وراها 500,000 جنيه. والشيك اللي فيه سعادتك ده يا باشا رفضته، كانت عايزه فلوس اكتر، طمع بقى. شهيره؟ طيب شهيره ممكن، لكن دولت انت متاكد من الكلام ده؟ حيوان انت؟ ايوه باشا، الست اللي اسمها دولت دي اتفقت مع الباشا اللي قاعد جنب مني دوت ان هي تسلمك لينا تسليم اهالي بصنعه لطافه يعني. برضه ابو هيثم سبق وسلمنا ليك برضه بصنعه لطافه. السويله جاهزه؟ كله جاهز يا ريس. مع السلامه يا ثروت، هتوحشني يا بيه. ما تنساش ان انت وعدتني ان انا اطلع من هنا على رجلي. وانا لسه عندي وعد، وعدتك انك انت هتمشي واديك هتمشي، وعدتك ما تخافش رصاصتين واديك هتموت غريب. اعتقوني لوجه الله، اعتقوني. انت جيت لي بس يا ضياء؟ تعب عليك يا اخويا. معلش يا بدر، كان لازم اتاكد من نهايه ثروت بنفسي. وبعدين انا الحمد لله دلوقتي صحتي بقت كويسه، وعايز انزل مصر اشوف شغلي اللي واقف بقاله شهور. هتعمل ايه مع دولت؟ دولت؟ انا كنت اتوقع الخيانه من شهيره مش من دولت. طيب بنستنى اخويا على نفسنا، يمكن حاجه تنور قدامنا وتفهم. افهم ايه يا بدر؟ ما انا فهمت كل حاجه خلاص. عباد اتصل بيا النهارده الصبح بدري وقال لي ان دولت هتتجوز عاصم، عاصم المنسي خطيب بنتي. ايه؟ ما صدقتوش في الاول، لكن هو ده اللي هيحصل. طب وناوي على ايه؟ مش عارف، محتاج افكر شويه. على اي حال انت قدامك هنا اسبوع، حنتيرة قال بعد الاسبوع هتقف على رجلك ومش هتحتاج العجله دي. ان شاء الله. لكن كده كتير قوي، الموضه طولت بزياده، اسبوع فات وثروت بيه لا حس ولا خبر، وبكلمه على طول في التليفون مقفول. صح كلامك يا مدام، بس هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته، وبعدين ادينا شغالين على العيال والحاله ماشيه. لما يجي لازم تقوله يكلمني. ماشي يا مدام. انت هتفضلي قافله كده؟ فكيها بقى يا ماما، مش عايز القمر يزعل مني. عايز تصالحني وما تبرش منك؟ يبقى خلاص طلع اللي في دماغك دوت واسمع الكلام اللي هقولك عليه. ماما ارجوك يا ماما اعرفي دولي انقذت حياتي، انقذت حياتي يعني حياتي دي اللي انا كنت حاسس اني خلاص هفتقدها. غيرتني من بني ادم بيطارد وعلى وش سجن لبني ادم عنده شركه محترمه وبتكسب. على فكره انت ما جيتيليش الشركه وما باركتليش لحد دلوقتي. ما هو انا بقى لا يمكن احط رجلي في الشركه دي طول ما اللي مسجد قاعده فيها. يوه، على فكره هي مش موجوده النهارده. ماما
عايزك تشوفي احنا كنا فين وبقينا فين. بكره ارزلك، بكره ارزلك يا حبه عين امك وتمنى عليك. مش دول اللي تعمل كده. عارفه مين تعمل كده؟ صاحبتك فريال، صاحبه الحسب والنسب، مرات الملياردير اللي قعدت تصوت لي وتلطم لي وطردتك من بيتها عشان 8000 جنيه. الله، الناس بتبص علينا. يبقى تيجي المكتب. حاضر. بحبك يا ماما، بحبك. اي خدمه؟ عاوز مين حضرتك؟ الاستاذه دولت. في ميعاد النهارده مع الاستاذه دولت؟ معاد؟ النهارده في ميعاد معاها. ميعاد ازاي؟ اذا كانت هي جايه النهارده صدفه، حضرتك عاوز ايه من الاستاذه دولت؟ ميزو بقول لك ايه، انا ماشيه دلوقتي، اول ما الاستاذ عاصم يجي تقول للناس يعملوا الداتا كلها في درج المكتب، لازم يبص عليها النهارده، فاهم؟ حضرتك مش هتستنى الاستاذ عاصم؟ لا هيتاخر لانه عنده مشاوير كتير. يلا استاذه بعد اذن ساعات تكلمنا. يا عم استنى بس شويه. في ايه يا استاذه؟ كنت عايزك مساله مهمه قوي قوي قوي. طيب شوف عايز ايه. يا استاذه انا مش عايزه هو. في ايه؟ في موضوع يخصك لازم تعرفيه مع شحته السويسي. ميزو انا عندي اجتماع، ما تدخلش حد عليا. وانت بقى جبت الصور دي منين؟ لا بص حضرتك انا مش جاي هنا عدو ليكي ولا ناوي شر، انا فاعل خير. انا فاعل خير. كل اللي اعرفه بقى ان شحته السويسي صورك بالموبايل بتاعه فيديو في المحل الملابس بتاع خميس ابو ليله، وانت يعني لا مؤاخذه يعني متغيره دونك، والبتاع ده بقى اللي عليه فيلم الفيديو، والصور بقى مطبوعه من السي بي ده. وطبعا شحته هو اللي بعتك ليه بالحاجات دي؟ عيب يا استاذه، عيب. شحته اللي بعتني. بقول لك انا فعل خير يا استاذه، شحته كان عايز ياخد الفيلم يديه لعاصم المنسي، والصور بقى يوزعها على زمايلك في الشركه هناك، ستات ورجاله حبايبه كلهم يعني. ده بينتقم مني بقى. انا قلت حرام، دي اعراض ناس، وأعراض الناس مش لعبة، عشان كده بقى سرقت الحاجات دي منه وجبتها لي، مع إن ده يعني ممكن يخسرني صاحبي وصديق عمري وأبقى عدوه. وأنت عرفت مكاني منين؟ دي حكاية شرحها طول يا أستاذة، المهم أنت ليكي الغرض منها وخلاص. وإيه اللي مطلوب مني بقى يا سيفاء الخير؟ يعني لولا العوزة يا أستاذة يعني، ورحمة أمي لولا العوزة بس، وإن أنا محتاج قرشين ما كنت طلبت 50,000. 50 ايه؟ نعم يا روح امك انت تستعبط. اهدي يا استاذه اهدي، فكري يا استاذه دولت، انا ممكن اسلت ايدي من الموضوع ده خالص وارجع الحاجه لشيحته، ويا دار ما دخلك شر، بس في الاخر بقى انت اللي خسرانه. ماشي، معاك نسخه تانية من الحاجات دي؟ دي اخر نسخه كانت على الموبايل ده، كنت شايلها كده يعني احتياطي، يعني استلم فلوسي اسلمك الموبايل وعلي الحاجه. اتفضل يا ماما. اهلا استاذ عاصم، الحمد لله على السلامه. ازيك يا ميزو؟ ازيك يا استاذ؟ والدتي مدام رشيده. الحمد لله على السلامة يا هاني، منورت الدنيا كلها. ايه الألوان البلدي دي؟ ايه ده؟ هي بلدي فعلا يا ماما. ده ذوقك انت ولا ذوقها؟ بحبك، اتفضلي. اتفضلي يا هاني. دولي انت هنا؟ ما
اسمعش صوتك. يا لهوي يا دي المصيبة، يا لهوي يا دي المصايب اللي نازلة على دماغك يا عاصم يا ابني. ما يهمناش غلطانة مش غلطانة لنفسك يا حلوة، احنا مش هنناسبك. طب ابوس ايدك ابوس ايدك، ما توصليش صورة غلط لعاصم ورحمة ابويا. انا اول مرة اشوف الراجل ده، ده بيبلطج عليا معرفش منين. تبوس ايدي طبعا، ما انت واخدة على بوس الايادي متعودة عليها ابا عن جد. انا مش هتكسف ان انا ابوس ايدك عشان خاطر عاصم، انا مستعدة اعمل اي حاجة. اوعى ايدي كده لا تنجسيها، ده انت ممسوكه متلبسه بفضحتين، فضحت الصور الخليعه وفضحت الحرام اللي كنت قاعده بتتفقي معاها علينا، بتتفقي معاها علينا تاني بعد اللي حصل اولاني. اقسم لك بالله الراجل ده اول مره اشوفه في حياتي، وبعدين الصور قدامك اهي مش محتاجه شرح، دي متصوره من ورايا. صدقيني ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. اوعي ايدي، ولاد الحرام يا حبيبتي تبقى انتم، اما ولاد الحلال فهو احنا. كفايه بقى وابعدوا عننا، انا ما عنديش استعداد حد يحطم حياتنا تاني. انت فاهمه ولا لا؟ انت تنسي عاصم ده من دماغك خالص، ابعد عننا. ايش هقولها انت ليه يا فندم؟ تعال هنا اسمع، ما اقولك الشركه دي من النهارده مقفوله، تتقفل فاهم ولا لا؟ تروح تشتري كالون وقفل وتقفلها من بره، وتقعد في بيتك وتستنى اوامر من عاصم ابني، انت فاهم؟ بس قبل ما تقفل الشركه تطلع الشيء اللي واقف ده بره وتنظف الشركه من القذاره اللي فيها. شركه ايه اللي هتتقفل؟ الشركة دي عندها التزامات وفلوس شغالة، تقفلي ايه؟ ما يخصكيش يا حبيبتي، عاصم ابني يعرف يتصرف. هي دي اللي ما تخصنيش، وعاصم مين ده ان شاء الله اللي هيعرف يتصرف؟ ايه؟ هتربحيلي؟ والنبي يا هانم بقى عشان خاطري بعد اذنك، يعني يا انسه دولة بعد اذنك. ايه حسد؟ بقول لك ايه؟ انا لغاية دلوقتي ساكتلك عشان انت بس ام عاصم، لكن لازم تبقي عارفة بقى، الشركة دي بتاعتي انا، كل قرش اتصرف هنا من فلوسي انا، الشركة دي قامت وبقت محترمة على ايدي انا. قصدك ان ابني ملوش حاجة هنا خالص؟ بقول لك ايه؟ بلاش شغل الاراجوزات ده، وما تعوليليش كلام انا ما قلتوش، انت فاهمه كلامي كويس. انا اراجوز؟ انا اراجوز يا تربيه الكمونيه؟ الله يرحمك ياما، على راي المثل قالتها لي، قالت لي ما تعشميش نفسك تشم ريحه المسك من مقلب الزباله يا زباله. بينا اتفاق سواء جوه الشغل او بره الشغل، انت مالكيش دخل، مش انت اللي هتيجي تتحكمي في الشركه. لو كنت يا حلوه راسمه على ابني انسي، بعد اللي شافه بعينيه هيلغي اي اتفاق بينكم. وبعدين من امتى؟ من امتى يا اختي عندك فلوس وشركه يا بنت حجاز السواق؟ ها؟ خلاص الشركه دي يا حبيبتي بتاعت ابني، ابني عاصم بيه المنسي. انا ما انكرش ان انا بنت حجازي السواق وزينب الخدامه، لكن دوله بنت حجازي دي كافحت وشقت عشان تبني نفسها، اظن ده مش عيب. العيب انك ما بتعرفيش مقامك. والله العظيم عارفاه، عارفاه كويس قوي، بدليل ان انا عماله اتحايل عليكي وهبوس ايدك مره واثنين وثلاثه كمان لو ده يريحك. ما تذليش روحك اكتر من كده، شكلك بقى وحش قوي، بص ايدي مره خلاص منظرك بقى عار. انت اللي وليه عندك نقص ومليانه عقد وبتكرهي نفسك. انا عندي نقص يا ناقصه يا ليلة الادب؟ حرام عليك يا هانم، بتتذللك من الصبح مش كده؟ اوعى بس صلتي عليا،